اهلا بيكم مره ثانيه في الفقره الحواريه الاولى النهارده في برنامج العاب الصالات. اكيد النهارده بيشرفني نجم كبير، زي ما احنا مهتمين بنجومنا الحاليين لازم نهتم برضو بنجوم النادي الاهلي اللي سبقوا وانجزوا وعملوا انجازات كبيره في تاريخ النادي الاهلي. بس النهارده معانا نجم مختلف جدا، نجم كبير في عالم التنس الارضي، وكمان التجربه مش مصريه بس، تجربه امريكيه ناجحه جدا بدرجه قدير، حد يعز عليها جدا. احب اعرفه لكل جمهور النادي الاهلي، كابتن تامر الصاوي، منورنا ومشرفنا. اهلا وسهلا كابتن خالد، الف شكر. الف شكر، اهلا بيك. بجد مبسوطين بيك جدا النهارده. الف شكر. ورحله كبيره في عالم التنس. فعلا مشوار طويل 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 يعني، بس الحمد لله يعني ربنا دايما كرم فيه وقدرنا ان احنا نمثل على اعلى مستوى الحمد لله. طب خلينا يعني قبل ما نبدا مع كابتن تامر ندخل تقرير عن كابتن تامر الصاوي وترجعوا لنا مره ثانيه. نجم يجهله الكثيرون من أبناء الجيل الحالي، واحد من أهم لاعبي التنس المصري عبر تاريخه، من أفضل لاعبي النادي الأهلي في التنس الأرضي منذ نشأته، تامر الصاوي المولود في 11 من فبراير عام 1972، نجح في الاحتفاظ بلقب بطولة مصر الأهلية 12 عاما على التوالي، وتحديدا منذ عام 1987 وحتى عام 1998 هو العام الذي أعلن فيه الاعتزال. توج بطلا لفرد الرجال على المستوى المحلي وهو في سن 15 عام، كما أنه حصل على بطل أمريكا للجامعات عام 1993، مما منحه لتوقيع عقد احتراف ليبدأ في الحصول على العديد من البطولات الفردية والزوجية للمحترفين، قبل أن يصل للمركز رقم 127 عالميا على الصعيد الفردي و 128 عالميا على صعيد الزوجي، كما شارك في 13 بطولة عالمية من بطولات الجراند سلام. عقب اعتزاله اللاعب سافر لأمريكا وقرر إنشاء مركز تدريبي للتنس ساهم من خلاله في تدريب وتأهيل العديد من لاعبي منتخباتنا الوطنية، كما أشرف الصاوي على تدريب منتخبنا الوطني عام 2011، حصد مع المنتخب ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين في دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت بموزمبيق عام 2011. ترأس مؤسسة المدربين المحترفين العالمية في مصر عام 2014، قبل أن يترأس المؤسسة في الإكوادور وأمريكا على الترتيب العام الماضي، كما أسس شركة خاصة به لإدارة الأعمال الرياضية في أمريكا ورئيس لمركز تدريب التنس الأرضي بأمريكا. يؤكد المتابعون للتنس الأرضي المصري أن تامر الصاوي هو أحسن لاعب في تاريخ مصر خلال الأربعين عاما الماضية، وأنه قادر على قيادة اللعبة وتطويرها في ظل امتلاكه لأدوات العصر الحديث، وذلك بخبراته الكبيرة التي اكتسبها من الاحتكاك مع المدارس الأجنبية المختلفة. تاريخ كبير، تاريخ حافل بالانجازات، وما شاء الله على كابتن تامر حاجه رائعه، حاجه مشرفه للنادي الاهلي اولا، ثم اكيد لمصر في البحث الدولي، واكيد لازم نفتح معاه بقى كل الملفات في عالم التنس الارضي. كابتن تامر اكيد زمان ما كانش عندنا قناه، ما كانش عندنا سوشيال ميديا، اكيد بقى يعني طالب منك تعرف جمهور الاهلي الكبير بمين كابتن تامر الصاوي في عالم التنس. والله يا خالد المشوار طويل جدا. ابتدى طبعا انا اتولدت سنه 72، وحبي للتنس ابتدى في النادي الاهلي، كان والدي بيلعب هنا وكانوا المدربين يعني دايما بيشجعوا ان الواحد يلعب اكتر وقت ممكن في خلال الاسبوع الاول يعني الاسابيع الاولانيه من عمري. فكان الواحد بيخلص المدرسه وبيجي يتمرن شويه لغايه ما لقوا ان يمكن في موهبه موجوده، فابتدوا الحمد لله يشجعوا الموهبه ديت، وقدرت ان انا ابتدي بقى العب بطولات ويعني ابتديت احصل على مراكز متقدمه. ويعني عشان اختصر لك، وانا عندي 15 سنه بالعكس يعني كسبت بطوله مصر الاهليه للرجال. وده طبعا كان حدث بالنسبه لي انا وبالنسبه لمصر كان حدث كبير جدا.
فابتدى طبعا والدي يدور على الخطوات اللي بعد كده، لان يعني اما اكسب بطوله رجال في عمر صغير كده، هو عارف ان الاهداف اللي كان نفسنا نحققها واللي عايزين نوصل لها، وكلاعب مصري وكلاعب النادي الاهلي اولا واخيرا، ده طول عمري طبعا من زمان يعني اكيد. ف يعني ابتدى ان هو يدور على ايه الخطوات التانية المناسبه اللي نقدر نعملها. فكان احد الخطوات ان احنا نبص على منحه دراسيه في الولايات المتحده. كويس. وساعتها سافرت قعدت في اكاديميه لمده سنه ونص، وبعدين التحقت بجامعه لويزيانا. كويس. ولعبت 3 سنين او 4 سنين لجامعه لويزيانا، وخلصت التالت على امريكا سنه 93. ما شاء الله. وده برضو كان انجاز كويس بالنسبه للاعب مصري. وفي الوقت ده كنت انا يمكن الوحيد اللي موجود في امريكا في الفتره دي. ما كانش لسه في حاجه اسمها امريكا نطلع وندرس ونحترف خالص. ما كانش لسه. ما كانتش موجوده، بس عشان برضو الواحد يقول الحق، انا مش اول واحد. يعني قبليه كان في طارق السقا، وكان في احمد المهلمي. مع الاحترام للالقاب طبعا، كلهم حبايبي وكده، لكن لعيبه كبار برضو ولعبوا في امريكا قبليه. بس كان يعني يمكن خلصوا في الثمانينات. لما ابتديت انا في التسعينات كان بقى في جاب كبيره جدا، كانوا هما الاثنين لعيبه بس اللي لعبوا. دي حقيقة. وانا كنت اول واحد بقى ينجز في امريكا. يعني غير اللعب وغير الاحتكاك، الانجاز بيبقى ليه طعم مختلف اكيد، وبيحط مصر على الخريطه وبيحط النادي الاهلي على الخريطه، وبيساعد يفتح الباب بعد كده لما بيسمعوا عن لعيبه من مصر، ابتدى السمعه تبقى لا ده في لعيبه كويسين، ده عمل وعمل وعمل. وبعد كده انا مضيت عقد احتراف سنه 93، وابتديت بقى رحله الاحتراف من 93 ل 98. كويس قوي. عمل رحله احتراف في امريكا. هسالك سؤال، وسؤال عادي جدا وعايزك ترد بصراحه. طبعا. ليه ما رجعناش على مصر؟ هل كانت الظروف ساعتها الملائمه لاجواء التنس ما كانتش تقدر تخلي كابتن تامر صاوي يقدر ينجز زي ما انجز في امريكا بصراحه شديده؟ كلاعب محترف، كلاعب محترف، كل تفكيري وهدفي الانجاز. ايه اللي المطلوب مني عشان اعمل الانجاز دوت؟ لازم يكون في طبعا اعداد على مستوى عالي جدا، من اعداد بدني، اعداد ذهني. خلي بال حضرتك احنا بنتكلم دلوقتي على التسعينات، فالكلام ده من زمان. فكان لسه السبورت ساينس ولسه الفيزيكال ابيليتيز والحاجات دي كلها لسه ما طلعتش للمستوى اللي احنا فيه دلوقتي. تمام. فبالتالي كان لازم ادور عليها. فللاسف ما كانتش موجوده في مصر في الوقت اللي انا فيه. زائد ان انا بعد ما كنت نمره واحد في رجال وانا عندي 15 سنه، ايه الخطوه الثانيه اللي كان ممكن اعملها في مصر؟ جبت اخر حاجه خالص في مصر. ما كانش في خطوات متاحه ليا في مصر. التارجت او الهدف عندك. مهم. بس مثلا عشان ادي لحضرتك برضو مثلا، لما كسبت بطوله رجال هنا وانا عندي 15 سنه، خسرت في ثالث دور في بطوله العالم تحت 16 في نفس السنه. نفس السنه. يعني شايف حضرتك الفرق كان كبير جدا. فطبعا يعني ده وضح لي ان لا، ده مش اخر الطريق، ده انا لسه في الاول وفي ناس كتير احسن مني. فايه اللي انا ممكن اعمله علشان اقدر احصل الناس دي؟ فكان الانتقال لامريكا بقى من المنطلق دوت، ان انا ادرس في امريكا، لان بالنسبه لاهلي طبعا الدراسه كانت مهمه جدا، وبالنسبه لي انا كمان. بس طبعا انا كان تنس فتعلمت ده. انا فاكر كويس يا جماعه. بص عايز اقول لكم حاجه، كابتن تامر صاوي احنا زملاء نادي، اصحاب تاريخ، نادي، اخوات نادي، عارف تاريخه كله. حاجه جميله جدا جدا جدا، كان بيلعب كره قدم كويس جدا عشان تبقوا عارفين يعني. اتفضل. وصلنا امريكا وبدانا رحله الاحتراف. بالظبط. فيعني في 93 ابتديت بقى كمحترف، رجعت اول بطولات برضو اللي هي بطولات كانت تبقى الساتلايت الفيوتشرز دلوقتي. بس كانت ساتلايت. دلوقتي زي ما حضرتك عارف احنا عندنا 48 بطوله محترفين للرجال. على ايام انا كان اربعه. كان اربعه بس. فبالتالي كان غصب عني بلعب الاربعه اللي موجودين في مصر، وال40 اسبوع التانيين عشان احتك وعشان افضل على المستوى دوت، مضطر ان انا اسافر ومضطر ان انا العب بره. عشان كده بقيت الاقامه او قعدت خلاص البيز في امريكا. تمام. البيز في امريكا. كويس. وكان طبعا الدراسه كانت مساعده ساعتها، لان انا عرفت نظام امريكا. يعني امريكا زي اي دوله ليها نظامها، فالواحد بيتعلم ايه يعني ايه نظام البلد. فابتديت بقى مشوار الاحتراف، فكنت بتمرن في امريكا ومقيم في امريكا، وبرجع لكل متطلبات مصر من ناحيه المنتخب المصري طبعا، الافريقيه والعربيه، من غير ما اطلب. يعني ده كان بالنسبه لي لا انا والدي الله يرحمه عميد بحريه، فبالنسبه لنا التمثيل المصري والكلام ده كله ما فيهوش نقاش. شيء مهم جدا. لا ما كانش فيه نقاش حتى من وانا صغير. موضوع تمثيل البلد دوت ما كانش فيه سؤال. فانت هتعمل اللي انت عايزه لما تيجي لغايه مصر، هو ده اللي هيحصل. كويس. فبالتالي كان دايما الاعداد ده بيصب في نتائجي مع المنتخب. فكان يعني كان دايما في دعم للموضوع دوت، ما كانش في انتقاد ليه. ليه؟ لان كان المستفيد بلدي. أكيد. ففي الاخر طالما انا برجع وبمثل مصر وبلعب باسم مصر وبمثل مصر في الخارج، يهم البلد طبعاً. ان انا اكون بتنافس وبتمرن على نفس مستوى المنافسه العاليه اللي موجوده بره. كويس. فبالتالي ده كان يعني كان بدايه حياتي كمحترف في امريكا.
خلصنا رحله الاحتراف وبدانا رحله اخرى في الحياه برضو داخل مجال التنس، ما رضيتش تروح للحياه العمليه زي ما بيقول، وخليتك برضو جوه الحياه الرياضيه. ما هو الحياه الرياضيه ديت يعني كانت مبنيه على سلم الاحتراف، لان انا الحمد لله ربنا اكرمني وصلت ان انا يعني ترتيبي وصل ل 127 و128 على العالم في الزوجي وفي الفردي. لعبت 13 جراند سلام في الفتره ديت ما شاء الله، والقاب طبعا في الفردي وفي الزوجي. فبالتالي كاريري اللي انا قدرت ان انا ابنيه في الفتره ديت كان لازم استفيد منه في شغلي في المستقبل. وكان دايما الهدف ان الواحد يقدر ينقل الخبرات اللي هو خدها ويفتح الباب للي وراه. فبالتالي كان دايما الاتصال بالنادي الاهلي دائم في الفتره دي. انا عارف انت اهلاوي ايه، انا متعصب جدا جدا يعني، عارف اكيد ما فيهاش كلام. وبعدين انت عارف ان اللي بيمثل البلد وعايش في الاهلي ومتربيين من واحنا صغيرين مع بعض، جو النادي الاهلي مختلف عن اي جو في مصر. اكيد بصراحه، فمستوى تاني جدا وجزء من عيله. حتى وانا مسافر بره جزء من عيله، فلما ارجع ده بيتي. فدايما اكيد بتنورنا وشرفنا عشان اكيد جوه بيتك. الله يخليك. خلصت التنس واعتزلت التنس وبدات تشتغل برده في التنس، وبدات تعمل زي مركز طبعا تدريبي، مركز التنس. يعني مركز تدريبي وشركه اداره اعمال للالعاب، ودي كانت من 20 سنه الكلام ده. كويس. فبالنسبه للمركز التدريبي، المركز التدريبي كان بيستفيد منه طبعا لعيبه في امريكا ولعيبه محترفين مصريين واجانب. فكان بيجي لعيبه مصريين مثلا يطلعوا يتدربوا 6 أسابيع معايا وبعدين يمثلوا مصر بره. فكانت قاعده بيستفيد بيها كل اللعيبه المصريين في العشرين سنه اللي فاتوا. فطبعا يعني دي حاجه انا فخور بيها جدا، ان انا قدرت ان انا احط بصمات ولو بسيطه على شويه من الناشئين بتوعنا في خلال الفتره ديت، وشويه من اللعيبه الكبار جدا اللي انا مرنتهم في الفتره دي، اذا كان في منتخب مصر سنه 2010 و2011 او في الفترات اللي هي جالي ناشئين صغيرين 17 18 سنه وقدرنا ان احنا نساعدهم ان هم يخشوا جامعات على اعلى مستوى. فطبعا دي حاجه انا دايما بتشرف بيها. يعني اكيد خبرتك دي كلها، اكيد في تعاون بيحصل مع النادي الاهلي، اكيد في تعاون مع اتحاد التنس، اكيد في تعاون جوه اسره التنس، لان انا عارف انت مدى حبك للتنس وعشقك للتنس وعشقك للنادي الاهلي وعشقك لاتحاد التنس. ايه اوجه التعاون دلوقتي بين كابتن تامر الصاوي مع النادي الاهلي او مع الجهات المسؤوله؟ بص يعني بص، احنا دلوقتي بالنسبه لاوجه التعاون مع النادي الاهلي، اي اكتيفيتي جديده او اي حاجه جديده انا بعملها في مصر ببتدي بالنادي بتاعي لازم. فطبعا يعني اول كورس بعد ما اتعينت رئيس للجي بي تي سي اي او مؤسسه المدربين المحترفين في العالم كان في النادي الاهلي سنه 2014. يبقى ده لقب رئيس لجنه المدربين المحترفين في العالم. في الاول يعني كانت مصر هي البدايه ليا، وطبعا كان استفاده للمؤسسه لان اسمي في مصر كان قوي، وبالتالي قدرت ان انا يعني اجمع المدربين مع بعض وقدرنا ان احنا نبتدي كورسات التدريبيه للتدريبات الذهنيه، لازاي امرن اللعيبه، ازاي امضي عقود، ازاي اتعامل مع المستوى العالي. مش المدربين المبتدئين، كنا بنبتدي دايما بالمستوى العالي، فاخترنا 15 مدرب وابتدينا بيهم وكلهم دلوقتي بيرأسوا انديه الخ الخ الخ. فكانت بدايه الحمد لله موفقه جدا في النادي الاهلي. وطبعا انا ما احتجتش ان انا اشرح، بمجرد ان انا جيت ووضحت للنادي والمسؤولين الفكره، في خلال 48 ساعه كانت الصاله جاهزه والدعم موجود والدعايه موجوده. الكلام ده بدون طلب خالص. فبالتالي يعني انا مش عارف اقول ايه، ومش يعني لو قعدت اشكر في النادي في البدايه دي من هنا لبكره مش كفايه. تامر بكلمك بصراحه، هي في تعاون تاني قريب مع النادي الاهلي؟ بتحضر حاجه جديده مع النادي الاهلي ولا؟ والله احنا دايما يعني دايما مثلا رجعت تاني عملنا دوره تدريبيه خاصه، مش بقى دوره عامه، دوره ملهاش دعوه المؤسسه، دوره تدريبيه للنادي الاهلي للمدربين، دوره فنيه للمدربين وللعيبه. وكانت النتيجه ان هم مثلا بعد 6 أشهر قدروا ان هم يكسبوا الدوري لاول مره من فتره. الكلام ده اظن كان في سنتين بعدين، يعني 2016 اظن 15 او 16 مش متاكد من السنه. بس طبعا التعاون استمر بقى، وبعدين المدربين كانوا بيتصلوا بيا في امريكا بالنسبه لاي مساعدات تانية مطلوبه من ناحيه السكيدول بتاعت اللعيبه، التمرين، الحاجات دي كلها، فكنت دايما متاح ليهم. واي خدمه للنادي جوه او بره ما كانتش محتاجه سؤال، يعني اكيد دي مش محتاجه سؤال ومش محتاجه اي رد فعل. لكن تامر بصراحه هي لعبه التنس مقصوره على بعض من فئات المجتمع. مظبوط. يعني الفئه اللي هقول لك معاها فلوس او قادره تصرف على التنس، هل الموضوع ده اختلف ولا هو نفس الموضوع من زمان لغايه دلوقتي؟ هو طبعا التنس لعبه مكلفه، دي ما فيهاش كلام. مكلفه تاكيد. ليه دايما مكلفه؟ عايزين نشرحها برضه لحضرتك، عشان دايما الناس بتودي اولادها وبعد كده تقول انا مش قادر اصرف، فعايزه تشرح للناس عشان اقول لحضرتك يقدروا يعرفوا الموضوع شكله. اقول لحضرتك ليه؟ متطلباتها كتير، يعني مثلا المضارب والفتل والملاعب
ومحتاج كوتش تتمرن معاه، والكوتش بيتحاسب بالساعه، وبالتالي يعني انت محتاج عدد ساعات تدريب معينه. فلو الواحد بيعمل ميزانيه للتنس في الظروف اللي احنا فيها دي، كمان ان ظروف البلد مش سهله دلوقتي، ميزانيه التنس اصبحت ميزانيه عاليه، لكن هل هي موجوده ولا لا؟ طبعا موجوده. نيجي نتكلم ايه النقص اللي موجود في المنظومه دلوقتي اللي احنا نقدر نغير او ننصح بيه. كويس. مثلا عندك كم مواهب كبيره جدا بتدفن عشان التكاليف. يعني انت شايف من وجهه نظرك ان مصر فيها مواهب في التنس في الوقت الحالي؟ لا لا لا، حاجه تخض. حاجه تخض؟ لا حاجه تخض. انا لما ابتديت من 2014 لوحدك لا بجد كانت حاجه انا كنت مذهول. لان انا مثلا لما شفت براعم النادي الاهلي هبتدي بيهم، رغم ان في نادي الجزيره ونادي هليوبوليس ونادي يعني في انديه مصر كتير جدا عندهم نفس المنظومه وعندهم نفس البراعم، ونادي الصيد الاخ انديه كبيره جدا، مش عايز انسى حد يعني. كويس. لكن ال 150 200 لعيب اللي هم بين 5 سنين و7 سنين 8 سنين الموجودين في النادي الاهلي دلوقتي، انا ما عنديش زيهم في امريكا. هرجعك لورا شويه، كابتن تامر الصاوي بيلعب كان كام، في كام لعيب معاك في الملعب في سنك؟ لا بص، احنا يعني ما كانش الاعداد زي دلوقتي طبعا، كانت الاعداد اقل بكتير كتير، فبالتالي فرص اللعب موجوده للناشئين الصغيرين. فبالتالي المواهب دي بتلعب من 5 سنين ل8 سنين. كويس. ماشي. ليه؟ لانه بيلعب مرتين او ثلاثه في الاسبوع، بيلعب في مدرسه النادي. فبالتالي ما فيش تكاليف عاليه، ما بيقطعش مضارب، الدنيا سهله. كويس. تيجي حضرتك بقى للنقطه الثانيه بقى، من 8 سنين ل 12 سنه الصوره بتختلف تماما. ليه بقى؟ على 12 سنه اكتر من نص اللاعبين دول اختفوا. اختفوا بسبب التكاليف ولا اختفوا بسبب طبعا في يعني دراسه؟ لا مش بس التكاليف، مش بس التكاليف، في نقص في حاجات كتيره جدا. لان انت دلوقتي يعني تلاقي الاهلي، النادي الاهلي بيعمل بيشتغل لوحده على المنظومه بتاعته. نادي الجزيره كذلك، نادي الصيد كذلك، مفيش اي تعاون بينهم. ماشي. مفيش مسؤولين بتعدي على الناس دي تشوف المواهب. ما هو انت مثلا لما يكون عندك 300 لعيب، يعني عندك 20 25 منهم موهبه اللي انا شفتها حاجه مش معقوله يعني 10% مينيمم. ما هو مش موجوده في اوروبا ولا موجوده في امريكا. فالخامات اللي موجوده عندنا لا تقارن، ودي حاجه من عند ربنا واهم حاجه في الدنيا. التكمله بقى، السيستم اللي بيجي بعديها كان فيه خلل جامد جدا. فبالتالي اللعيبه لما بتوصل انها 12 13 14 سنه، مفيش بقى الرعاية الكافية، مفيش النصيحة الكافية، مفيش الإعداد البدني والذهني الكافي. نزود عليه الإعداد الفني اللي ما كانش موجود وابتدى يتقدم دلوقتي في مصر. في مصر. لأن احنا عملنا دورات من 2014 لدلوقتي، كل سنة بنعمل دورة. كويس. وبنحاول ان احنا نزق المدربين ان هم يتعلموا اكتر الخ الخ الخ. كويس. فابتدوا ياخدوا سيرتيفيكيشنز وابتدوا يتعلموا الكلام ده كله. لكن طبعا احنا دلوقتي يعني عشان ما تطرفش للموضوع دوت، زاد جدا عدد المدربين دلوقتي، قربوا من عدد اللعيبه يعني. بقوا دلوقتي كتير جدا. ما طبعا ما فيش حدود للسيستم اللي محطوط. ما فيش حدود للسيستم اللي محطوط. من وجهه نظرك احنا ماشيين في التنس بصفه عامه في سيستم ولا ان سيستم؟ اوت اوف سيستم بصراحه. سؤال صعب. سؤال صعب عليك. سؤال صعب. بص انا ما بحبش اللوم في اي حاجه. مش هلوم، بحب احل مشاكل. يعني احنا دلوقتي كلنا نتمنى ان كل المنظومات اللي موجوده في التنس، اذا كانت الانديه اللي موجوده، اذا كان الاتحاد المصري للتنس، اذا كان مجلس اعلى الشباب والرياضه، اذا كان اللجنه الاولمبيه، كل الانظمه ديت بنتمنى انها تقدر توفر للاعبين اللي هم عايزين. لكن نتيجه التنس في ال 40 سنه اللي فاتوا ايه؟ لا طبعا لا طبعا حاجه ما تردنيش. ليه؟ لان انا شفت الموهبه. وبعدين كلاعب في الاول انا تركيزي على نفسي وبس، فبحاول ان انا اوصل لاعلى مستوى زي اللعيبه المحترفين اللي عندنا دلوقتي، اللي الحمد لله ربنا موفقهم وماشيين كويس. بعد كده بقى بقيت مسؤول عن النشء الجديد، مسؤول عن اللعيبه الصغيرين اللي طالعين، مسؤول عن التنس في مصر بحكم مركزي او بحكم السنين اللي انا قضيتها في اللعب. ماشي. فلا طبعا انا غير راضي تماما عن الوضع الحالي لمصر، وما اعتقدش ان في مسؤول في مصر دلوقتي يقدر يبص على ال 40 سنه الاخرانيين ويقول لي احنا ماشيين صح. طيب هقول لك حاجه كويسه جدا، هيبقى سؤال اسهل شويه. تمام. ايه العناصر عشان نقدر نطور اللعبه؟ 1 2 3 4 يكونوا متواجدين، فاللعبه تبتدي تتحرك لمستوى العالمي. ماشي. ابسط حاجه ان احنا لما نحط سيستم للديفلوبمنت في مصر او للتنميه التنسيه في مصر، يكون سيستم مصري. يكون سيستم مصري. يعني الهدف ان احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ في اخطاء كتيره جدا، عايزين ننسخ سيستم فرنساوي او ننسخ سيستم امريكاني او ننسخ سيستم سويسري. كل واحد بيعمل سيستم لنفسه. طبعا. ما هو السويسري عدد بطولات معين مع عدد لعيبه معين، مركزه في اوروبا معين، يعني احنا ظروفنا مختلفه عن العالم كله. فهي محتاجه ان احنا نعمل سيستم، ناخد الاحسن من كل السيستمز اللي بره، لكن نعمل سيستم مصري
بظروفنا احنا وظروف الاهالي وظروف اللعيبه دي ده رقم واحد. ولما السيستم ده يتعمل التواصل بين يعني مثلث التنس هو المدرب واللعيب والاهلي، وده على مدار ال 40 سنه اللي فاتوا ما فيش لعيب وصل للعالميه، وفي لعيبه كتير وصلوا للعالميه، مش شرط يعني انها ان انا العب جراند سلامز بس يعني اقصد في لعيبه كتيره وصلت للعالميه وحققت بمجهودهم الشخصي فقط لا غير. بص من ناحيه الاهتمام ففي اهتمام، دكتور مصطفى مدبول رئيس الوزراء وقع عقد النادي تمام بينتمي لي او اكاديميه للتنس لرولان جاروس تمام، ونادي قيمه 40 فدان بساحه 40 فدان بدا عشان كمان يستضيف البطولات العالميه في الوقت الجاي، هو لسه هي بدايه فكره كويسه. خطوه جميله، رايك فيها ايه؟ خطوه جميله، خطوه جميله، وزي ما قلنا من الاول مفيش لعيب في الدنيا، مفيش لعيب تنس مش عايز ملعب تنس اكتر. يعني انا عايز امشي في الشارع الاقي ملعب تنس على الشمال وعلى اليمين. ولكن ده فين الخطه؟ يعني ده موقفه ايه من الخطه اللي احنا بنعملها؟ دي خطوه جميله جدا، زي ما اي مؤسسه موجوده بتحاول انها تنمي نفسها. فنقدر نقول مثلا المؤسسات اللي موجوده دلوقتي فيها ناس ممتازه وناس بتشتغل صح وفي ناس عايزه انها تنمي اللعب، لكن فين الرؤيه؟ يعني في قرارات لازم تكون شجاعه شويه، يعني في تغييرات لازم تحصل في المنظومه الموجوده علشان نبقى يعني معاصرين لاوروبا والامريكا. مين اللي هياخد القرارات دي؟ التكنولوجيا دخلت بشكل مختلف غير مظبوط زمان. مظبوط. ايه الزيادات؟ ايه الجديد دلوقتي في عالم التنس الارضي؟ يعني مثلا دلوقتي لما نيجي نسجل البطولات موجوده في مصر على ايامنا كنا بنبعت اسمنا عن طريق النادي او كنا بنتكلم في التليفون ورقيا، الكلام ده كله ورقيا. اوكي؟ دلوقتي في سيستم تكنولوجي كويس جدا اللعيبه بتسجل نفسها فيه الكترونيا. دي حاجه بتسهل على اللعيبه. كويس. تمام؟ فده الشق اللي احنا بنقول عليه ايجابي. نيجي بقى للشق السلبي. مواعيد الماتشات. كويس. لو مواعيد الماتشات بتبتدي بدري مثلا الساعه 3 وتخلص الساعه 1 الصبح لما يكون عندي طفل عنده 11 سنه ولا 12 سنه وعنده مدرسه ثاني يوم وعنده الساعه 1 ونص في ملعب التنس وهيصحى الساعه 6 ونص يروح المدرسه، دي نعمل فيها ايه؟ طب اقول لك حاجه بصراحه، قول. انا مره كنت مستضيف في التنس وكلموني بيبداوا 8 الصبح بيخلصوا 11 بالليل، فانا استغربت بيني وبينك تمام. يعني حتى قلت ايه الموضوع، ازاي اقعد 12 ساعه 16 ساعه بره البيت؟ اطفال. ماشي، فده سؤال. فعشان كده بقول لحضرتك نطورها ازاي؟ ما ان احنا نقعد ندور على حلول مش نقول هو ده الوضع ونتقبل الوضع، ما هو محتاج شجاعه ليه؟ لان التغيير بيبقى دايما فيه رفض. أكيد. يعني مثلا انا لما اجي اغير اي منظومه التنس دلوقتي الفلوس اللي موجوده فيها كم غير طبيعي مقارنه مثلا من 30 سنه. فيعني مئات الملايين جوه منظومه التنس، جوه منظومه التنس في مصر دلوقتي. فالخوف انها تتقلب كلها بيزنس، وده اللي بيحصل دلوقتي. ان احنا ننسى التنميه. يعني انا همي ايه؟ انا سبب كل اللي انا بعمله او كل المجهود اللي انا بعمله ان انا بقدر اوصل للمدربين واللعيبه دايركتلي، مش محتاج مساعده من حد. كويس. فبالتالي انا عشان جهه خاصه مش جهه حكوميه بقدر اتحرك بسرعه جدا في قراراتي. يعني ممكن اخد قرار النهارده بكره يتنفذ. ما عندكش مشكله، مش محتاج ان انا اقعد اعمل اجتماعات ومحتاج موافقات ومحتاج الخ. فبالتالي اقدر اتحرك، وده اللي احنا محتاجينه. طب لو انت، لو قلنا كابتن تامر الصاوي زي يطور حته زي كده، يعني نغش شويه الناس كلها نقولهم ازاي يتمرنوا يلعبوا قد ايه؟ يلعبوا مثلا ماتش في اليوم، ماتشين في اليوم، الساعه 4 6 كل الحاجات الفنيه ديت موجوده في الكورسات بتاعتنا وبنديها لكل الناس ومن غير الكورسات. انا ما فيش حد كلمني على السوشيال ميديا، ودلوقتي اي حد لو حابين يتواصلوا معايا في اي وقت انا تحت امره في اي سؤال، وده الكلام ده بقى له 25 سنه مش جديد. فاي حد عنده سؤال فني يتفضل، اي اهل لأي لاعب عندهم سؤال فني يتفضلوا يسألوا في أي وقت. اللعيبة تقدر تتواصل معايا في أي وقت، أي وقت، أي وقت، 24 ساعة، واتساب، فايبر، سوشيال ميديا، فيسبوك، أي حاجة، أي متطلبات لأي لاعب مصري بالنسبة لي نمرة واحد. إمتى هنشوف لعيب مصري يقف في جراند سلام في البطولات الكبيرة في التنس؟ والله إحنا حاليا عندنا لعيبة بتوصل إنها تلعب جراند سلامز دلوقتي، بتوصل. لا عايز الموضوع بالاعلى شويه. لا قدامنا كتير جدا. قدامنا كتير جدا. صعب يا تامر. يعني بص مش عايز اقول هو مش مستحيل. مش مستحيل، لكن احنا ورا بكتير قوي. لان التفكير ورا شويه. لازم نغير من تفكيرنا في منظومه التنس، ما بقتش زي زمان، ما اقدرش اطبق اللي كنت بعمله من 30 سنه بالكربون دلوقتي. لا الاهالي هتتقبله، ولا الكوتشات هتتقبله، ولا اللعيبه هتتقبله. يبقى لازم يكون في ناس، يعني اهل للثقه، ناس صغيره في السن بتتواصل مع الاهالي، بتتواصل مع المدربين، عشان نقدر نربي جيل جديد. وبعدين انا سمعتك في المقدمه اتكلمت كويس جدا عن الالتزام. وده نقطه بقى يعني من عشت انا في امريكا اقدر اقول لك
ما بيجي لي على الاحتراف والتزام اللاعبين بالاحتراف. انا بيجي لي لعيبه كتيره جدا من مصر، ودي بالنسبه لي بتبقى فظيعه، لان احنا بنقول مثلا التمرين في الساعه 9 في امريكا، 9 الباب بيتقفل، فاللي جاي 9 و5 عايز نتكلم. بما انت جبتني في الحته دي، عايزك تتكلم معايا في موضوع الالتزام اللعيبه بينطبق عليه ازاي. يعني عايزك تنصح اللاعبين في مصر بصفه عامه في الرياضه المصريه. تمام، بنتكلم على الالتزام، يعني ايه كلمه الالتزام بالنسبه للعيب، وازاي يقدر بيكسب بيها حاجات كتيره لما يلتزم في مواعيده والتزامه جوه الملعب. الالتزام بالنسبه للاعب ان هو بيحط التنس دوت كحاجه درجتها عاليه في حياته، يعني مهمه جدا. فبالنسبه للتمرين مثلا، لو انا التمرين عندي الساعه 11 المفروض اتواجد 10 ونص او 11 الا ربع ماكسيمم. 11 الا ربع ليه؟ رقم واحد، اللعيب لما بيخش نفسيا وعنده وقت بيبقى مرتاح، صح، فبالتالي بيسخن كويس، ماشي، وحضرتك لعيب وعارف الكلام اللي انا بقوله. غير بخش جري على الملعب، جري بخش متاخر 10 دقائق المدرب هيرميك في اي ملعب اوريدي سخن، فبالتالي انت مش جاهز ان انت تادي الاداء المطلوب. فانت بتضر نفسك، وممكن بقى الاصابه بقى والكلام اللي احنا عارفينه ده كله يبتدي ان هو مبقاش الالتزام مثلا. فيعني مثلا لو بصينا للناس اللي عايزه تاخد منح في امريكا، كويس لان انا مثلا كان الموضوع مقفول، محدش عارف نعمل ايه عشان نروح امريكا. فانا ببساطه شديده جدا حطيته على الويب سايت بتاعي، وحطيته في الكورسات، وحطيته في الكلام ده كله. المطلوب 1 2 3 4 5، لانه بيبتدي مثلا واللعيبه عندها 15 سنه. طيب احنا عرفنا دلوقتي ايه المطلوب، كويس، هل بنشتغل عليه؟ برضو لا، برضو لغايه النهارده بيجي لي لعيبه في اخر شهرين او ثلاثه قبل الجامعه. طب كوتش بقى حطنا او ساعدنا او الحقني، انا لازم اخش. لا الدرجات تساعد ولا المستوى بيساعد، متاخرين احنا شويه عن 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 السرعه مع التنس. متاخرين اربع سنين. احنا مش يعني احنا مش بنتكلم على معلومات موجوده دلوقتي. يعني الولد اللي عنده 15 سنه لازم يبقى عارف ان درجاته في الدراسه هي اللي هتدخله جامعه في امريكا ولا لا. فبالتالي لازم يبقى فاهم الكلام ده كله، مش بس التنس. مش هيلعب تنس كويس حتى لو لاعب رقم واحد في الجمهوريه، لو عايز منحه في امريكا، لو درجاته مش عاليه كفايه مش هيخش، مش هيتقبل. فهي مش تنس بس. طيب خلينا نقول لعيب التنس بقى يبدا كام سنه بالنسبه لكابتن تامر الصاوي؟ يبدا الموضوع 3 4 سنين ولا يبدا 6 سنين؟ 3 سنين يمكن صغير شويه. يعني احنا بنقول 4 سنين ميعاد محترم جدا. من يعني لو ابتدى من 4 سنين انا شايف ان ده ميعاد محترم، ميعاد كويس جدا. مقاس المضرب ووزن المضرب وكل ده مختلف عن دلوقتي طبعا. يعني مقاسات المضرب بالنسبه للصغيرين مختلفه. زمان على ايامي كنا بنقطع المضرب الخشب في الثمانينات وكنا بنلعب بيه، وكان دلوقتي لا، دلوقتي المضارب بتتعمل بالمقاس. فكل ولد ليه المضرب بتاعه، ليه الكره بتاعته والكلام ده كله. يعني ارجع اقول لحضرتك الحاجات الفنيه دلوقتي على مستوى اعلى بكتير وموجوده. التنس موهبه ولا تدريب؟ انا اقول تدريب، لان التدريب اللي بيطلع تدريب مش موهبه. لا مش ميسي، لان انت لو قلت التنس موهبه الولاد هتبطل تشتغل. فانا بقى كمعلم او ككوتش او كواحد يهمني الجيل الجديده، انسى موضوع الموهبه. الموهبه تفرق لو الشغل واحد. لو ده اشتغل وده اشتغل، اللي عنده موهبه اكتر يكسب. لكن لو واحد عنده موهبه اكتر واحد عنده شغل اكتر، اللي عنده شغل اكتر بيكسب 100% طول الوقت. وبالتالي الالتزام والشغل ملوش مثيل. ما تقدرش مثلا ان انت تطلع لعيب بعدد ساعات تدريبيه اقل. لو هو محتاج ان هو يتمرن 20 ساعه في الاسبوع، مش ممكن هتمرنه 5 6 ساعات ويحقق النتائج المطلوبه. تامر، بص الوقت عدى معاك بسرعه جدا، والله عندي اسئله كتيره كانت بنهالي. الرعايه في التنس طاوله، سوري، في التنس الارضي مش موجوده، اللي هو الرعايه. هل دخول الرعاه هيفرق كتير في تطوير التنس في مصر؟ بص انا ما بحبش الاعتماد على اي حد خالص. موضوع الرعاه مش موجود. كلامك حاد جدا. قاطع. انا بقول لك الحقيقه من الاخر. من الاخر ليه؟ لان اللي هيقول لك مفيش رعايه ومفيش تدريب والمدربين مش كويسين والملاعب وحشه، طب خلاص يقعد في البيت. بلاش تلعب بقى تنس. لو هتلعب تنس احنا كلنا اتربينا في الملاعب دي. طبعا. ماشي؟ عندك شوارع في مصر بالهبل. البس وانزل واجري. وكابتن خالد عارف الكلام ده كويس جدا. كنا زمان كنا بننزل نجري 5 كيلو ونلف الجزيره والكلام ده كله. مزبوط. دلوقتي لا، دلوقتي في انترفال تريننج وفي سبرنتات وفي وفي وفي. اعمل الكلام ده كله. هل اللعيبه بتاعتنا فيزيكلي جسمانيا على مستوى عالي؟ دي سببها ايه؟ ما هتقول لي سببها ان مفيش مدربين كويسين، وسببها ان الولاد مش عايزه تضحي، مش عايز يتعب. فلا، انا ما علقش الشماعه على الموهبه والرعاه. الرعاه عمرهم ما كانوا موجودين، وكنا بننزل وبنلعب برضو الحب اللعبه مش للفلوس. اكيد دلوقتي دخلت فلوس في الموضوع. فبالتالي عشان كده بقول لحضرتك حاسبه، ما بقول لمصر بالكامل حاسبه انها تقلب بيزنس بس. الولاد هتخسر،
حب التنس مثلا منتخباتنا القوميه ماشي، فين الوطنيه؟ يعني انا شايف ان الوطنيه لازم تعلى عن كده كتير. لما يجي تمثيل مصر يتقال لازم الولاد كله يقف مخضوضه، لازم مخضوضه، مش اقعد ادور على كوتش اطلعه مع المنتخب. يعني دي حاجات مش ممكن تحصل. طب خلينا نواجه رسائل مهمه طبعًا. في اخر الحوار طبعًا. لان بقول لك الاسئله كتير، خلاص نص براحتك ان شاء الله هنحاول نجيب كابتن تامر الصاوي تاني وهو متواجد في مصر، لازم نجيبه تاني أكيد. لكن خلينا عايزك توجه رساله لاتحاد التنس، تقول لهم ايه؟ لاتحاد التنس؟ اتحاد التنس طيب للاتحاد كمؤسسه ولا الاشخاص اللي موجوده فيه؟ انا بفصل كمؤسسه معلش يعني خلينا نتكلم الاتحاد كمؤسسه يعني الاشخاص اللي فيه كلها كل الاحترام الى اخره الى اخره. فالاتحاد كمؤسسه انا اتمنى ان يكون في الشجاعه الكافيه لاتخاذ القرارات المطلوبه للفتره اللي جايه، لانها فتره محتاجه تغييرات ومحتاجه ناس تقدر تاخد قرارات وتقف وراها بقوه شويه، وما يكونش فيه الخوف اللي موجود. اولياء امور التنس طاوله، اولياء امور التنس الارضي، اولياء امور التنس الاولياء الأرضي. نصيحه نصيحه تقول لهم ايه؟ الولاد هي اللي تقود مش اولياء الامور. ما تاخدش الولد يتمرن، لو مش عايز يتمرن قعده في البيت. لان انت بتروح بتصرف فلوس على الفاضي، بتدفع له ان هو يتمرن وانت اللي بتزق. لو اتعود على كده هيستناك في كل مره تزق، ومش ده المطلوب. لو احنا عايزين نطلع ناشئ في شويه ثقه هو ده بالنفس. انت قلت حب التنس في الاول، حب التنس. لو الولد عايز تعاقبه تقعده في البيت يعيط عشان التمرين عدى عليه، ده ولد هيوصل. ده ولد لو هيوصل. الولد عايز تعاقبه تقعده في البيت سوري توديه التمرين يبقى كده هيفشل. فالولد هو اللي يقود مش ولي الامر. والعلاقه طبعا بين الاولياء الامور والكوتشات لازم دي محتاجه حلقه لوحدها. حلقه لوحدها. انا مش خلينا نصيحه للمدربين في التنس. مدربين التنس. تقول لهم ايه؟ اقول لهم الحاله النفسيه لاي لاعب اهم من التنس واهم من الدراسه واهم من كل حاجه. لازم اللاعب اللي انت بتتولاه تكون اخ واب وصديق وتهتم بيه. الموضوع مش بيزنس. الموضوع ان انت بتبني علاقه مع طفل صغير، والناس اللي عندها اولاد هتفهم الكلام اللي انا بقوله ماشي. صح. بيحبك وعايز يبقى معاك ونفسه يرضيك. لو انت وصلت لدي تقدر تخلق ابطال، وتقدر هيعمل كل اللي انت بتطلبه منه، ويوم ما يقول لك انا تعبان هتصدقه. لو العمليه عمليه بيزنس وفلوس فقط هنمشي في طريق يعني نهايته في منتهى السوء، وانا خايف على الاجيال الجديده من الكلام ده. نصيحه للاعبين، ناقص لها اتنين، اخر نقطتين خالص. لا، الالتزام رقم واحد، والاحترام. الاحترام، احترام المدرب واحترام الاهل. يعني دول ناس دلوقتي يعني بياخدوا يعني في ناس دلوقتي بتضحي ببيوت وعربيات وكلام زي ده علشان يمرن الولد تنس وعشان يوديه يتمرن. لو الولد ده مش عارف قيمه التضحيه دي يبقى في مشكله كبيره جدا. في مشكله كبيره جدا. كلمه اخيره من كابتن تامر الصاوي المتعصب الاهلاوي لجمهور الاهلي العاشق للرياضه. والله اولا انا لازم اشكر البرنامج واشكر حضرتك واشكر مدام عزه واشكر كل اللي عدوا البرنامج على استضافتي. يعني فعلا حلقه جميله جدا، وانا يعني اشكركم كلكم عليها. ربنا يكرمك. كلمه لجمهور الاهلي. مش عارف لان الكلام، انا هقول لحضرتك حاجه. لما اولادي يبقوا قاعدين بيتفرجوا على ماتش الاهلي وبيغنوا من ثالثه شمال في امريكا تمام، يبقى مش محتاج ان انا اشرح اكتر من كده تمام. فيعني لا يعني الاهلي فوق الجميع، خط احمر. وانا يعني في زي كل شباب النادي الاهلي، يوم ما هطلب للخدمه انا مستعد في اي وقت. هكون موجود مش محتاج مكالمتين، هي مكالمه واحده. هي في سؤال معلش انا بختم بس. لا اتفضل. اسرتك اسره رياضيه؟ كابتن داليا الشيخ لازم نتكلم عليها، لان فعلا لازم، ده مش هينفع تروح كده. لا يعني داليا مراتي برضو كانت بطله مصر. طبعا. ولعبت في الفيت كاب كتير، ويعني الحمد لله. لان هي دلوقتي شايله الولاد، لان هم شبطوا في موضوع التنس. يعني عندي ملك ونور. بناتك ملك ونور بيلعبوا تنس؟ بيلعبوا تنس. انت اللي بتمرن ولا انا عايز اقول لك؟ للاسف بيلعبوا تنس، لان اللي حصل لي في حياتي صعب يتعمل مرتين. فانا بحاول اقول لداليا ان هي تتولى شويه، لان داليا هنا بتمرن؟ يعني بص انا طبعا موجود وبساعد طبعا، لكن بحط ضغط عليهم زايد، لان كوالد يعني هم عايزين يرضوني اكتر من اللازم. فوجودي في ماتشات ولادي بيسبب عليهم ضغط، فانا ما بروحش خالص. ماشي. فيعني هي بتتولى طبعا النقطه ديت، ومن غيرها في حاجات كتيره جدا انا يعني ما كنتش اقدر اعملها في حياتي، لان السبورت اللي هي بتديهوني والسبورت اللي الوالد بيديهوني في الفتره دي هو سبب من اسباب نجاحي يعني.
طبعا بفضل ربنا اولا. تامر الصاوي نورتني وشرفتني. الله يخليك. حلقه ثانيه معاك. الله يخليك. اكيد اكيد. الف شكر يا خالد. بس يا كابتن تامر، كابتن تامر الصاوي فعلا يعني حاجه جميله، حاجه مشرفه جدا للنادي الاهلي ومشرفه جدا للتنس، ولازم كلنا نستفيد من كابتن تامر الصاوي. خلينا نخرج لفاصل ونستقبل كابتننا الكبار في السباحه وانجازات عن السباحه في النادي الاهلي.